أهلا وسهلا بتاتيانا سكاف. لأول مرة بلبنان مؤتمر بوزيتيف سايكولوجي، قديش حلو إنه أنتم ما كنتم مقررين هيدا الشيء إنه رح يكون في وزارة، قديش هيدا الشيء حلو إنه مع تشكيل الوزارة إجا هالمؤتمر. بتخيل هيدا الموضوع إجا بوقته مثل ما بيقولوا، كلنا كنا عايزين أمل كبير، هلأ مع تشكيل الحكومة إن شاء الله كمان البلد كله يفوت بموفمنت إيجابي مثل ما بيقولوا. شو الهدف من هالمؤتمر؟ هذا المؤتمر هدفه تسليط الضوء على أهمية البوزيتيف سايكولوجي، يعني لأنه علم النفس الإيجابي صار مبني على ساينس، على علم، ما بقى نحكي عن البوزيتيفيتي والهابينس كأنه شيء منه مبني على علم. يعني صرنا هلأ نشتغل بطريقة مبنية على أبحاث علمية، والبرهان على هيدا أنه رح نجيب سبيكرز من لبنان ومن برات لبنان، رح يكونوا أكثر من 11 سبيكر من كندا، من لندن، من دبي، واكيد بس هن لبنانيه ما هيك؟ خلينا نشوف صورتهم لو سمحتوا. مش كلهم لبنانيه. مش كلهم لبنانيه صح. في عنا اول شيء دكتور طياب الرشيد من كندا، هو لايسنسد كلينيكال سايكولوجيست بوزيتيف سايكوثيرابي، حائز على جوائز عالميه بعلم النفس، في الاوتستاندينج براكتيشنر اوورد وتشانسلر اوورد وغيرها. في عنا سيلفيا كينج من لندن، شي از بوزيتيف سايكولوجي كوتش و certified love for yoga teacher، يعني بتعلم اليوغا المبني على الضحك. عنا بروفيسور شربي سعادة لبناني بالأيو بي. عنا ميلاد حدشيتي كمان ميديا اكسبرت. عنا مروة عدايبي emotional intelligence at work، يعني رح نفوت بموضوع الذكاء العاطفي بالعمل والإيجابية والتفاؤل بالعمل. رح يكون عنا رندا فرح كمان رح تحكي عن السعادة بالعمل. جوزيف زيدان رح يحكي عن Mindful Based Cognitive Therapy يلي هي العلاج المعرفي القائم على الذهن. رح يكون عنا كميل عطية يلي رح يحكي على السعادة يلي بتجي من الطبيعة. عنا كمان رولا يوسف يلي رح تحكي عن سعادة الأطفال وكيف السعادة بتبني عند الأطفال، كيف بتربي أولادك بطريقة يكونوا سعداء. وأكيد عنا سارة سباعي ونيلة الحارس رح يكونوا عم بيحكوا كيف واحد فيه يصير سعيد من خلال الأنشطة اللي بيعملها. يعني من كل هذا نفهم إن السعادة هي الأساس بالإيجابية. أكيد. كيف بدنا نبني السعادة من خلال هالمؤتمر؟ أنا بحب دائما أذكر إنه في دول مثل الإمارات صار في عندها وزارة السعادة. بقى هيدا شيء كتير مهم إنه نعرف كيف نبني السعادة عند المواطن، عند التلميذ، عند الأهل، عند الموظف. هيدا الشيء الوحيد اللي بيخلي حياة المجتمع يزدهر، لأنه السعادة إذا شخص منه سعيد بحياته، منه متفائل، ما فيه يعطي فول كاباسيتي مثل ما بيقولوا. ب 17 أدار الموعد؟ هلا رات يوم واحد؟ نعم، وبعدين رح يصير في ترينينجز ووركشوبس مع الانترناشونال سايكولوجيست، رح يكون في ووركشوب مع صحفية، مع سوشيال وركرز. بدنا نبلش ننشر. يعني على كم يوم؟ رح يكون في يومين بيومين، بعد ما حددنا التواريخ اكيد نرجع بنعلن عنها. يلي رح يشاركوا فاتحين باب المشاركه وحاطين الاسعار في للكبار وفي للصغار. نعم. بس نشرح للاشخاص كيف بيشاركوا، هل رح يشاركوا فقط بانهم يحضروا المؤتمر او بورشات العمل؟ رح يصير في تقسيم للوقت، منهم رح يكون مؤتمر بس في سبيكرز، وفي رح يصير في ورشات عمل كمان. على كل حال كل ما الناس اللي بهمهم بيقدروا يطلعوا على كافة المعلومات على الفيسبوك بيج، على الويب سايت، وبيتسجلوا اونلاين. نحن كمان عم نشتغل بطريقه ايكو فريندلي انه نصير كل البوكينج اونلاين وننشر هذه الثقافه كمان بعملنا الجاري على الرد على الفيسبوك بس متواجدين، وفي ويب سايت في وتيكتس بليبراري انطوان. اها، بدي اتشكر حضورك وبدي اتمنى لك السعاده بحياتك الايجابيه. اكيد نحن ان شاء الله نكون عم نجرب نعمل شيء ايجابي بحياه كل لبناني، خاصه اليوم يعني بكل شيء قطع فيه البلد. بتخيل خاصه الشباب ممنوع يكونوا غير متفائلين، مجبورين يكونوا سعداء. هلا هم زعلانين، اجتهم وزاره داخليه امراه زعلانين، فمشان هيك نحن اليوم الاقوى. بالعكس لازم يكونوا مبسوطين. لا ان شاء الله انا مع الشخص المناسب بالمكان المناسب، وان شاء الله هالوزاره بتكون ايجابيه لمستقبل سعيد ومزدهر بهالبلد. اكيد. تشكر حضورك. بنتابع مشاهدينا مع زياد ابو سعيد من تونس، ومحاضره بعنوان زياد ابو سعيد، ومحاضرة بعنوان عن السينما. أكيد